معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم ثبوت وآحاد الصوم المقدس، رفع بخور باكر بدون النبوات والطلبة والمطنيات، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام انقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. القراءات فصول يوم السبت من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس. الألحان جي إف ميفي وتيشوري ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان ثبوت وآحاد الصوم باستخدام الدفوف. الأوشية الموسمية الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة الصوم المقدس. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بطريقة ثبوت وآحاد الصوم الكبير. ختام الصلوات إرنستيفين إهرييغون صام عنا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الخامس والعشرون من شهر برمهات المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس فريسكا أحد السبعين رسولا. كان يهوديا من سبط بنيامين، ابنا لأبوين حافظين للناموس، تبع المخلص وسمع تعاليمه وشاهد معجزاته، وقد بشر بالإنجيل في بلاد كثيرة. ثم رسم أسقفا على خور أنياس فعلم أهلها وعمدهم، وبعد أن أكمل سعيه المقدس تنيح بسلام ونال إكليل المجد السماوي. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفي مثل هذا اليوم استشهد القديس أنيسيفوروس وهو من السبعين رسولا، خدم في أفسس، ولما قبض على بولس وسجن في روما زاره أنيسيفوروس في السجن وخدمه وساعده، وبعد ذلك قبض عليه أدريانوس والي أفسس وعذبه كثيرا ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 1362 للشهداء 1646 ميلادية، تنيح القديس البابا متاوس الثالث البطريرك الماء من بطاركة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. استمع يا الله طلبتي، اصغى إلى صلاتي، أعطيت ميراثا للذين يرهبون اسمك هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وصافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا.
ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهبون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأصمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أصماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوا خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. والمجد لله دائما. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في قراءات هذا اليوم يا أحبائي نجد أن كل القراءات بتقسم الناس فريقين. في إنجيل باكر وهو من إنجيل لوقا إصحاح 16 بيكلمنا عن قصة الغني ولعازر، وفي هذه القصة يا أحبائي الغني بيمثل فريق الناس الأشرار، ولعازر بيمثل الأبرار القديسين اللي هم عايشين في مخافة الله وواضعين مخافة ربنا في قلوبهم. الغني واضح أنه شبعه الأساسي في غناه وفي الماديات، لكن لعازر المسكين كان شبعه في العلاقة مع الله. يقول الكتاب كده عن الغني: كان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وهو عارف أني على بابه العازر المسكين اللي الكتاب بيوصف أنه كان يشتهي أن يأكل من الفتات الساقط من مائدة الغني. لكن أحبائي تفكيره فقط في نفسه، لكن العازر المسكين هو تفكيره في الله، شبعه في الله. وده يا أحبائي بيورينا في توجهين لكل إنسان، يا إما التوجه الروحي يا إما التوجه العالمي. وده اللي القراءات النهاردة بتورهولنا في رسالة الكاثوليكون من رسالة يعقوب الإصحاح 3، بيوريني مفارقة ما بين نوعين من الحكمة، بيوصفهم حكمة نازلة من فوق وحكمة أرضية. يوصف الحكمة الأرضية يقول إنها ليست نازلة من فوق،
بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. يعني أنا عشان أعرف هي الحكمة اللي عندي حكمة سماوية ولا حكمة أرضية، أدور هل هي فيها غيرة فيها تحزب، أعرف إن هي حكمة أرضية شيطانية. لكن الحكمة التانية بيوصفها هنا بأوصاف مختلفة، يقول أولا هي طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمار صالحة عديمة الريب والرياء. فأقدر أقول أن الغني كان عايش بالحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، تفكيره فقط في نفسه، زي برضو الغني بتاع لوقا 12 لما ربنا أحسن إليه كتير قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لنفسي يا نفسي افرحي كلي وأشربي، تفكيره فقط في النفس. لكن المسكين شبعه مش في الأمور دي لكن في الأمور الروحية، وهنا التوجه بتاعه إن الحكمة أو التوجه حكمة طاهرة مسالمة مترفقة إلى آخره. لكن في باقي الرسائل يا أحبائي نلاقي في رسالة البولس بيشير للفريق الأول اللي هو الأبرار، وفي رسالة الإبراكسيس بيشير للفريق الثاني اللي هو الأشرار. ففي رسالة البولس بيوريني الطابع بتاع هؤلاء الأبرار، إن هو حتى لو كان مسكين زي العازر لكن عايش حياة الفرح. يقول كده في رسالة فيليب إصحاح 4 وده البولس بتاع النهاردة، يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. مش الفرح في العالم أو بالعالم، لا، الفرح بالرب نفسه، ومش يوم أو اتنين، افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا. طب احتياجات هذا العازر المسكين هل الله يا أحبائي بينظر إليها وبيسددها؟ في نفس هذا البولس يا أحبائي يقول لا تهتموا بشيء، وكلمة لا تهتموا بشيء يعني لا تصير الشيء أهما، ما تقولش هم حاجة، يعني لا تصيروا الشيء أهما، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني أنا لما بصلي بوري ربنا نوعية الطلبات اللي أنا بطلبها. طبعا هو قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم، لكن أنا في احتياجاتي بعرضها على الله في الصلاة. لكن الإجابة بتاعتها يا أحبائي يقول لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في هذه الرسالة يا أحبائي يقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب، مش بحسب طلبكم لكن بحسب غناه في المجد، لأن إلهنا غني ويعطي بسخاء ولا يعير. فالإشارة هنا في البولس يا أحبائي للفريق الأبرار، ربنا عايزهم يعيشوا في فرح دائم، ما يقولش هم احتياجاتهم، هو بيسدد كل هذه الاحتياجات. لكن في رسالة الإبراكسيس بيوريني فريق يا أحبائي آخر، هو الفريق الشرير في شخصية فيليكس الوالي اللي الرسول بولس اتحاكم قدامه. لأن فيليكس الوالي يعني الكتاب هنا في سفر الأعمال ذكر عنه أنه كان منتظر يأخذ رشوة عشان يطلع بولس، وكان عايش حياة الفساد. فالكتاب هنا بيورينا في رسالة الإبراكسيس يقول وبينما كان الرسول بولس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس الوالي. واحد الكلمة وصلت وعملت جواه فعلا ان هو ارتعب، يعني عملت تأثير جواه، فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. لكن هل هو تجاوب مع هذه الكلمة؟ نسمع كده بيقول كده أجاب وأما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وده طبعا يا أحبائي يعني الفريق اللي هو بيأجل دايما التوبة، حتى إن كانت الكلمة بتصل للقلب وبتعمل في الإنسان وبتحركه عشان يتوب لكن يأجل التوبة. اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك. فعشان كده أحبائي في كل القراءات بنشوف النوعين دول من الناس، فريق بعيد عن الله شبعه في العالم، لكن فريق آخر يا أحبائي وهم الأبرار شبعهم في الرب يسوع له كل المجد. عشان كده
في إنجيل هذا اليوم يا أحبائي بيكلمنا عن مثل الكرامين، وبشوف هنا أحبائي صلاح الله مع كل الناس، يعني مع الأبرار مع الأشرار، ربنا صالح مع الجميع. ففي هذا المثل بشوف ربنا بيعمل 7 أمور مع كل إنسان. لما يقول كده إنه إنسان غرس كرما، أول حاجة ربنا هو اللي أوجدنا غرسنا، إحنا خليقة أو عمل يدي. غرس كرما، لما نرجع للحتة دي في سفر أشعياء إصحاح 5 في نشيد الكرمة بيقول غرسه كرم صورك، وده يا أحبائي مكان من أجود الأماكن اللي هي بتنتج كروم. وكأن عايز يلفت نظرنا أن ربنا لما خلقنا خلقنا على أجمل شيء وأجمل صورة. في بداية الكتاب المقدس لما بيوريني الخليقة كل النباتات يقول بحسب بذره ينتج بذرا أو كجنسه، لكن لما جاء عند الإنسان يقول نصنع الإنسان أو نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، عشان كده عملنا في أجمل صورة. وده العمل الأولاني أنه غرس كرما. لكن حاجة تانية أنه أحاطه بسياج، وكلمة أحاطه بسياج عشان يحميه ويفصله عن العالم، مش بس الحماية، فإحنا الله بيحمينا لكن كمان بيفصلنا عن العالم. في يوحنا 17 الرب يسوع بيقول عنا ليسوا من العالم كما أني أنا أيضا لست من العالم. فإحنا عايشين في العالم لكن لسنا من العالم، منفصلين عن أعماله وعن شروره وعن شهواته. غرس كرما وبعدين أحاطه بسياج وبعدين حفر فيه معصرة، والمعصرة عشان يستفيد من كل الثمار اللي هي بتطلع. الثمار الكتيرة دي لو ما تعصرتش هتبدأ يعني تعفن تبوظ، ما يبقاش فيها نفع. لكن هذه المعصرة هي عشان يعمل أكثر فائدة من الإنتاج. وده يا أحبائي بشوف في الأعمال بتاعتنا، الأعمال الصالحة، نحن مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. فغرس كرما وبعدين أحاطه بسياج وبعدين حفر فيه معصرة وبعدين يقول وبنى برجا، والبرج طبعا رمز للشهادة. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل جيل هناك من يشهد عن الله ومن يتكلم بكلمة الله ومن يمثل الله في الأجيال. يعني مثلا أليشع مثلا لما كان بيمر بس من عند المرأة الشونامية تقول فقالت لرجلها أو لزوجها أنا علمت أن رجل الله الذي يمر علينا مقدس هو. بمجرد أنه بيمر عرفت أنه هو رجل مقدس. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد. قال عنا أحبائي أن إحنا صورة المسيح المقروءة من جميع الناس، أن إحنا بنحمل رسالة المسيح. بيقول غرس كرما وبعدين حفر فيه أحاطه بالسياج حفر فيه معصرة وبعدين بنى برجا وبعدين سلمه إلى كرامين، ودول طبعا الخدام اللي الله بيبعتهم لينا عشان يهتموا بينا وبأحوالنا. مش بس كده، وأرسل عبيدة وبعدين أرسل ابنه الوحيد. عشان كده أحبائي وإحنا في هذا العالم وبنشهد عن الله في وسط هذا العالم نكون بنعيش الحياة اللي فعلا تكون فيها اختلاف، تكون فيها نور لهذا العالم المظلم. في رسالة فيليب إصحاح 2 وعدد 15 يقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي. يعني الجيل أيوة معوج وملتوي، لكن إحنا يقول تضيئون بينهم كأنوار في العالم. ربنا أحبائي يعطينا إن إحنا نكون أنوار تضيء لهذا العالم ونكون شهادة عن الله، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.